عسلي، مرحبا بكم الناس الكل في قناة يوزع. رجعنا نتكلم مع فيديو جديد باش نحكيو على ماتش بورسيا دورتموند وولفسبورغ الثاني، انتصار على التوالي بالنسبة لبورسيا دورتموند بعد عودة البوندسليغا. أما فولفسبورغ يتلقى هزيمة، كيف باش نحكيو على المقابلة هذه تكتيكيا. أول حاجة كاين كمان فرش نيتان تشربو نيشان وزي الفيديو تاع الدرتو للتحليل. بالنسبة لي بورسيا دورتموند بدا بتشكيلة 3-4-3، وولفسبورغ بدا بتشكيلة 4-4-2. كل فريق بدا بتشكيلة مغايرة للفريق الآخر. باش نحكي تاع تكتيك كل فريق كيفاش اعتمد تكتيكين باش يجتاز دفاع الفريق الآخر. وولفسبورغ جا يلوج على نقاط التعادل، جا يلوج على نقطة التعادل تكفي أمام فريق ممتاز جدا وصحوة كبيرة لدورتموند في الأيام القليلة الماضية. معناها نادي دورتموند من النوادي اللي أفادتها فترة الحجر الصحي، أفادتها فترة انقطاع الدوري. بالنسبة لنادي دورتموند كي كان يحب يقدم الهجوم أكثر، نادي دورتموند فما أشرف حكيمي هذاك يتواغل على اليمين يجبد الأربعة نتاع لاعبي الوسط نتاع نادي وولفسبورغ التالي، فاني باش يلقى فما حظية كي باش يلقى تورغن أزار، مرة باش يلقاها مرة براند ومرة هالاند يتراجع على وسط الميدان، كل مرة يتبادلو وكل هذا يختار كل جاي عن طريق اللاعب أشرف حكيمي، لأنو أشرف حكيمي يقدم القدم أكثر يجبد اللاعبين نتاع الوسط نتاع نادي وولفسبورغ. هذيك كانت الخطأ الخلل اللي كان في وسط ميدان نتاع وولفسبورغ اللي كلف قبول الهدف الأول. الهدف الأول هنا كيفاش معناها أنت تاخد الكرة بسرعة، أشرف حكيمي انطلق كرة تمشي في ساعة ويسجل جيريرو الهدف الأول لمصلحة نادي دورتموند. هذيك الطريقة اللي اعتمدها مدرب نادي بوروسيا دورتموند اللي بصراحة عنده لمسات فنية كبيرة برشا، لأن هذايا في الماتش اللي فات أمام شالكة اليوم عاود تكرر نفس الحكاية، لأن اللمسات الفنية الممتازة جدا نتاع لاعبي بوروسيا دورتموند، وكان على رأسها معناها القائد نتاعها هو المدرب نتاع النادي الأصفر، لأنه يعني بصراحة عمل كل شيء اليوم في الهدف الأول، جملة فنية ممتازة جدا ونتمتعوا معنا بأهداف نادي بوروسيا دورتموند، لأنها تكون مخدومة تكتيكيا ممتاز، لمسات بسرعة، هالمرة تورغن أزار مرة تمشي الوسط، كل مرة تبادلوا المراكز براند مرة تمشي الوسط، تشوف مرة أشرف حكيمي يمشي الوسط الميدان، وتشوف من هنا يجي تورغن أزار، كل مرة يتبادلوا المراكز. طبعا نحكي لكم هذا أكثر في البلان بعد التفصيل. لكن هذيك النقطة الناجحة اللي لعب عليها نادي بوروسيا دورتموند هذاك التبادل بتاع المراكز، هاك السرعة في تناقل الكرة، وخاصة معناها يعتمد على اللاعب واحد، أن اللاعب هذاك يجبد المدافعين ووسط الميدان بتاع نادي المنافس كما اليوم نادي وولفسبورغ. الماتش اللي فات ما اعتمدش نفس الطريقة هذي، لأنه بطبيعة نادي شالكة كان داخل بعضه في وسط الميدان، لكن اليوم نادي وولفسبورغ عطى وقفة صحيحة في وسط الميدان، عرف كيفاش يوقف تشكيك 4-4-2، عرف كيفاش يسكع على كل جوال. يا أخي نادي بوروسيا دورتموند ظهر أذكى منه وتمكن أنه يخترق الدفاع الصلب نتاعو، معناها نادي بوروسيا دورتموند ربما كي تجيب له فرق أخرى أقوى منه دفاع ربما ينجم يخترقها كيما أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد نعرفوه من أصعب الدفاعات اللي موجودة في العالم، لكن ربما كان يجيبولها نادي بوروسيا دورتموند ينجم يخترقها بشكل، لأنه نعرف كيفاش تلعب بشكل 4-4-2 نادي أتلتيكو مدريد. بوروسيا دورتموند كان يلعب بنفس الطريقة يلعب فيها مقابلة شالكة ومقابلة فولفسبورغ اليوم، يتمكن من اختراق نادي أتلتيكو مدريد بسهولة. نرجع شوية للموضوع بتاعنا، على فكرة معناها الدوري الإسباني مش هيرجع نهار 8 جوا، معناها المتعة مش هيرجع بتاع الدوري الإسباني، لكن احنا نرجعوا للدوري الألماني تو الموضوع الأساسي بتاعنا. كما قلت لكم المرة اللي فاتت تو الدوريات الكل باش يبدا يتبع بشوية بشوية، هاو مرة رجع للدوري الألماني تو باش يبدا يرجع البرتغالي، ومن بعد باش يرجع الإسباني، كل شيء يبدا يرجع تدريجيا، وكل هذايا القائد نتاعو الليدر نتاعو يتسمى هو الدوري الألماني اللي أعطى الإمكانية لباقي الدوريات وأعطى التشجيع لباقي الدوريات أنها باش ترجع بشوية بشوية. هذا بالنسبه لنادي بوروسيا دورتموند حكينا عليه تفصيلا. شو نحكيو على نادي وولفسبورغ تو، كيفاش نادي وولفسبورغ يتمركز بشكل 4-4-2؟ كما قلت لكم مشاكل دفاعيه موجوده، لانه يعني يجذب برشا حمل الكره، يجذب برشا حمل الكره، معناها كي يشرف حكيمي يتوغل على اليمين من هنا برشا لاعبين يمشيو يوخر مع اشرف حكيمي باش يبقى مساحات فارغه في وسط الميدان، يستغلها نادي بوروسيا دورتموند بسرعه كبيره وتناقل الكره. نادي وولفسبورغ ما كانش متنظيم وممتاز، لانه كان مخلي مساحات لبعض اللاعبين، وكان يتبك برشا يمشي برشا على الكره، كان يمشي برشا على الكره هذيك ضيعته شويه في هذه المقابله. بالنسبه للهجوم تاع نادي وولفسبورغ بعد قبول الهدف الاول حاول يعمل هجمات، لكن وقفه نادي بوروسيا دورتموند الدفاعيه كانت ممتازه جدا، يقف تشكيل 3-4-3، ما يرجعش بخمسه، لا يرجع بثلاثه في الدفاع
أربعة قدامه، الأربعة دول يحصلوا لاعبي الأربعة بتاع وست مندي وولسبورج. هناك عايز يدي وولسبورج ما نقاش يتنافس، حتى تلاتة بتاع الهجوم كان يتنازعوا شوية، ينتشروا شوية كده على وسط الميدان. هناك عايز كانت فرقة كثافة كبيرة في وسط الميدان، نادي وولسبورج ولا يلعب الكرة العالية برشا، ولا معناها يدور الكرة في الدفاع بتاعه ما يلقاش حتى حل، ولا يلعب الكرة العالية. هناك عايز نجاح نادي بروسيا دورتموند في اطفاء الهجوم تاع نادي وولفسبورغ والقضاء عليه نهائيا. هكا باش نحكيو على البلان توا، باش نحكيو تفصيل شنو اللي صار في هذه. بهذا هو البلان اللي حضرناه بالنسبة للمقابلة بينات بروسيا دورتموند وولفسبورغ، معناها تشكيل 3-4-3 بالنسبة لنادي بروسيا دورتموند، وتشكيل 4-4-2 بالنسبة لنادي وولفسبورغ. باش نحكيو شنو صار في هذه المقابلة بالضبط بالتفصيل. بالنسبة للحالة الهجومية نتاع نادي بروسيا دورتموند، فهنا هنا فما أشرف حكيمي باش يتقدم هنا، يخلي اللاعبين نتاع نادي وولفسبورغ ينجذبوا لهنا، يتمركزوا على حمل الكرة هنا، يحاولوا يتمركزوا على حمل الكرة. فإنه كان تورجي نزار هنا يلقى مساحات، يلقى برانت يلقى مساحات لهنا في المساحة. هذاك علاش معناها نادي بروسيا دورتموند نجح باش يتفوق على نادي وولفسبورغ ويتمكن من امتصاص أكل ضغط دفاعي كبير. أنا من الأول كان عامل شوية ضغط دفاعي كي ما كانش فما مساحات كي بتشوف الطريقة هذي الميدان معبي كي، معناها نادي بروسيا دورتموند بيع ماشي يلقى مساحات الطريقة هذي، لكن معناها بشوية خطة ذكية معناها من المدرب بتاع بروسيا دورتموند تمكن من جلب كل الدفاع عن طريق أشرف حكيمي. حضرنا كيفاش معناها الثنائيات هازارد هنا برانت وجيلو يتقدم للشراء هذي معناه يسجل هدف. ألاند اليوم ما ينهوش جملة بصراحة، لأنه في بعض الفرص معناه حاول أنه يجذب لاعبين نادي وولفسبورغ باش يستعمل الكرة في مساحات خارج وسط الميدان. بخلاف هذي معناه ألاند ما ينهوش جملة في مقابل مساهم في اللعب نتاع نادي بروسيا دورتموند في الخطة الهجومية نتاعها. اليوم ألاند على عكس المقابلة الأولى ما كانش ناجح وما كانش بلاصة نتاعه واضحة في وسط الميدان في هذي المقابلة. بالنسبة للنادي اللاعبين ديراني وداود ما كانوش حاضرين اليوم في عملية الهجومية. نادي بروسيا دورتموند ما كانش يعتمد عليهم في حياته الهجومية، كان يعتمد عليهم فقط في الدفاع، معناها هذوما اللاعبين الزوز تاع نادي بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند ماهيش تعتمد على وسط الميدان، تعتمد على لاعبين الهجوم تاعها أكثر من لاعبين وسط الميدان. معناها هذه منظومة اقتراحها المدرب هذايا، فما مدربين تعتمد على لاعبين وسط الميدان بصفة كبيرة، لكن بالنسبة لنادي بروسيا دورتموند ما يعتمد جملة على لاعبين وسط الميدان، يعتمد على المهاجمين، يعتمد على تورجان هازارد، يعتمد على براند، يعتمد على هالاند، يعتمد على جيرودو خاصة أشرف حكيمي. أشرف حكيمي اليوم اللي جاب الفيكتوار يعني نشوف فيه أحسن لاعب في هذه المقابلة أشرف حكيمي، لأنه يعني بصراحة نجم المقابلة وعمل كل شيء، هو اللي فك شفر الدفاع نادي وولفسبورغ في عديد المرات، كان قريب نادي بروسيا دورتموند التسجيل بفضل اللاعب أشرف حكيمي. بعد دخول سانشو معناها سجل هدف ثاني أشرف حكيمي، سانشو عمل ممتاز جدا من وسط الميدان، معناها يجد التجري نتاعو ممتاز، السرعة نتاعو تاع اللاعب سانشو يتمكن معناها إمارة الكرة أشرف حكيمي، وأشرف حكيمي يسجل هدف ثاني. باش نحكيو معناها الحالة الدفاعية نادي بروسيا دورتموند، معناها كيفاش كان نادي وولفسبورغ يحاول التقدم إلى أمام التهديف. بالطبيعة نادي بروسيا دورتموند كان يتراجع الخلف بالطريقة هذيا، جيرو كان يتراجع لهنا. براند زاد كان يتنازع شوية أو بطريقة هذيا كان نادي بروسيا دورتموند يدافع. نادي وولفسبورغ ملقاش الحل أمام هذا التكتل الدفاعي بتاع نادي بروسيا دورتموند، بتميع ماهوش يلقى الحل مادام هنا معناها بطريقة هذيا ماهوش يلقى الحل أمام نادي بروسيا دورتموند. هذاك علاش ولا يلعب على الكرة العالية برشا، معناه يدور الكرة في الدفاع نتاعو، يدور الكرة في الدفاع نتاعو، ما يبقى حتى حل، هو يلعب الكرة العالية، لأنه اللاعبين هذوما الأربعة كانوا مراقبين، أي كرة توصل للاعبين الأربعة بتلقى عليهم ضغط من لاعبي نادي بروسيا دورتموند. هكايا من هنا اللاعب هذايا تلقى عليه جيريرو، تلقى اللاعب داود من غادي، تلقى ديلاني، تلقى أشرف حكيمي من غادي، وبخلاف لاعبي الهجوم نتاعهم زوز مراقبين من ثلاثة لاعبين اللي هما أوميز، أكانجي، وبيتشيك. معناها بالطبيعة ما كانش في محل أمام هذا التمركز الدفاعي الجيد جدا لفريق بروسيا دورتموند. هكاي نوصلوا لنهاية الحلقة، ديما تشربوا ليشين وجيم الفيديو، هذا خير نسكن نتلاقاو في المعادلة الأخرى، إن شاء الله عيدكم مبروك.